السلام عليكم. هذا القطب الجامعي الجديد نتاع مدينة السوق هراس، واللي يتسع إلى 8000 مقعد بيداغوجي، وينضاف إذن إلى جامعة محمد الشريف مساعدية اللي فيها عدة فروع، وبالمناسبة سوف يعني تخلق فروع أخرى، اختصاصات أخرى. والآن الأشغال تم انتهاء من التوفير حوالي 5000 مقعد بيداغوجي، وتبقى 3000 قيد الأشغال. إذن هانئا لطلبة نتاع المنطقة نتاع الولاية نتاع سوق هراس. السلام عليكم.